هل احنا، وهنا بقى هنا ده سؤال بيوجه للدكتور جيهان مباشره مش على هامش المؤتمر، هل احنا مستعدين بجدية حقيقية لخلق بيئة أكثر راحة للاستثمار؟ طبعا. طيب هو مفيش استثمار، انا كمستثمر محلي ببقى انا مش انا ده انا ايه ده انا قبل اللي هيجي ده، انا عايز الاخ اللي جوه ده، ده صحيح، انا عايز اشجعه انه يستثمر، فلما باجي اشجعه يقول لي انا مش مستريح، مطمئن بس مش مستريح. لا، هو المستثمر، ودي نقاط احنا اتناقشنا فيها في جلسات المؤتمر كلها، بيبقى عايز اليقين او عايز الوضوح، يعني مش مشكلة بالنسبة له انه عنده اجراءات بس يبقى عارفها من الاول، ابقى عارفها من البداية بالظبط، مش مشكلة بالنسبة له انه في عنده ضريبة هيدفعها بس يبقى عارفها، ابقى عارف بقى المكملات الضريبية كده زي المكمل الغذائي جنبها. هو عايز رؤية واضحة، هو عايز اتساق في القوانين، هو عايز لوائح ما بتتغيرش كل شوية، علشان خاطر لما يدخل الاستثمار ويبقى هو بيضخ الاستثمار بتاعه تبقى الصورة قدامه ما فيهاش مفاجأة، صح، وبالتالي هو اصلا واخد ريسك او واخد مخاطره، لانه هو عنده ظروف خارجيه كل شويه بتتغير وبتخبطه، فمحتاج انه البيئه الداخليه تبقى مستوعباه ومريحاه زي ما حضرتك بيقول. واحنا لما جينا بصينا على بيئه العمل وبيئه الاستثمار والدوينج بزنس، لقينا ان احنا في عندنا بعض التحديات وبعض المعوقات، ويمكن السيد رئيس الوزراء ذكرها، من ضمنها مثلا التراخيص، من ضمنها تخصيص الاراضي، من ضمنها دي كلها حاجات احنا رصدينها وعارفين ان المستثمر علشان يكون موجود ونجذبه احنا محتاجين نخلي البيئه جاذبه ونخلي البيئه مريحه، وعشان كده شغالين في هيئه الاستثمار وشغالين على القوانين وشغالين على الدوينج بزنس وشغالين على موضوع التراخيص وتصاريح البناء، كل الحاجات اللي بتعيق المستثمر او بتبقى تحديات وتشالنج بالنسبه له احنا شايفينها وبنحاول ان احنا نشتغل عليها ونبسطها، علشان لما المستثمر احنا بنقول له احنا بنمكنك كقطاع خاص ما يبقاش عنده عوائق اخرى. يعني احنا نقدر نطمئن الاجراءات القادمه مع هيئه الاستثمار هم شداد حبتين على المستثمرين؟ لا نطمئن، ده بتوجيه السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهوريه، لان لازم ده يتم التسهيل لكل المستثمرين، ومش يعني مرحله وقتيه، لا احنا بنخلي البيئه نفسها خلاص متناسقه بالظبط كده، ما يبقاش فيها تعارض، ما يبقاش فيها حاجه ماشيه سموذ وحاجه تانية فيها مشكله. طيب ده برضو هياخدني على المسألة بتاعت في بعض المدارس الاقتصادية وفي بعض الدول أو كثير من الدول كمان بتطبقها، هي مسألة أن أنا عندي مسار اقتصادي لتنمية أنشطة أولا بحد ذاتها، بيعتبروها أحيانا أنشطة اقتصادية قاطرة، أحيانا بيعتبروها أنشطة اقتصادية لأجل التوسع أو التوجه في بلدة معينة أو فتح أسواق معينة أو لأجل الوصول إلى أهداف سياسية معينة إلى آخره. هل إحنا في مصر بنشتغل على ده ولا لا؟ إحنا طبعا حياتك الإصلاحات الهيكلية، ما هي فكرة الإصلاحات الهيكلية اللي احنا شغالين عليها، هي بتتكلم في ايه؟ بتتكلم على القطاعات اللي احنا بنستهدفها لزيادة الناتج المحلي الإجمالي. فاحنا لما درسنا وحللنا الاقتصاد بتاعنا لقينا ان احنا عندنا قطاعات متعددة طبعا، ولكن قطاعات هامة جدا هي اللي بتخلق فرص العمل وهي اللي فيها قيمة مضافة أعلى وهي اللي بتشد الاقتصاد بتاعنا، وحددنا من هذه القطاعات الصناعة طبعا التحويلية، وحددنا الزراعة وتكنولوجيا المعلومات. هذه الثلاث قطاعات هم القطاعات اللي هم دلوقتي بنعتبرهم top priority في العملية الاقتصادية اللي احنا بندخ لهم، عايزين نضخ ليهم الاستثمارات والحوافز. ليه؟ لان احنا لما نيجي نتكلم على التصدير والصادرات، واحنا عندنا مستهدف بتاع صادرات 100 مليار، لازم نبص على تنافسيتنا موجودة فين، ولازم نشوف القطاعات اللي عندنا فيها تنافسية عشان نقدر ان احنا نصنع ونصدر، لانه حضرتك التصدير مش هيجي غير وانت عندك قاعدة صناعية قوية عشان نقدر يكون في صادرات. فدرسنا هذه القطاعات، لقينا ان القطاعات دي احنا نقدر ان احنا نكون تنافسيين فيها، وبالتالي ابتدينا نصيغ حوافز للقطاعات دي علشان نقدر ان احنا نخلي العملية الانتاجية فيهم بصورة اقوى وبصورة اعمق، فنقدر ان احنا نصل للصادرات اللي احنا عايزينها. ففعلا في استهداف للصناعات، وجوه الصناعات نفسها في
قطاعات في الصناعات نفسها، سواء الصناعات الهندسية أو النسجية أو الغذائية، اللي هي الصناعات اللي عندنا فيها مزايا. الزراعة أيضا طبعا، لأن احنا الحاصلات الزراعية من الصادرات القوية بتاعتنا. تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الهامة جدا اللي فيها نسبة قيمة مضافة عالية، وعندنا العنصر البشري اللي بيقوم بيها، وبالتالي محتاجين بيئة تحفز هذا القطاع. ففعلا احنا بنستهدف هذه القطاعات زي ما حضرتك بتقول.